اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. هنتكلم في الامور الفنيه لمباراه بكره ان شاء الله، مباراه ايسترن كامباني. كريم سعيد واحمد ثابت في فقره دائمه الحقيقه قبل كل مباراه. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام، ومساء الخير لكل متابعي قناه النادي الاهلي. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله تمام. انا دلع النهارده ميدو وابو حميد وكريم. يلا انتوا ايه الاخبار؟ كله كويس؟ الحمد لله. خليني ابدا معاكم الاول هزيمة منتخبنا الوطني سريعا علشان نقدر نتكلم اكتر عن مباراة بكرة، والتأكد حتى الان من ان الكابتن ايهاب جلال لن يكون او اصبح المدير الفني السابق لمنتخب مصر. هو بدون شك الكابتن ايهاب جلال اصبح المدير الفني السابق لمنتخب مصر عقب الهزيمة من اثيوبيا وليس من كوريا الجنوبية. والكابتن ايهاب جلال عارف وهو مسافر كوريا ان دي مباراة اخيرة له، وهو كمان والجهاز الفني كلهم عارفين دي كانت اخر مباراة للجهاز الفني. والدربكة اللي عملها الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة بان يقول تصريحات على الهواء ويرجع على الصفحة الرسمية لاتحاد الكورة ويقول اصل لا انا اسف انا اتفهمت غلط، طبعا كل الكلام ده انا اسف يعني يمثل فضائح تنضاف للفضائح الاداريه العشوائيه الاداريه اللي بيمر بيها اتحاد الكوره. كان بكل تاكيد كابتن ايهاب جلال كان يعني بياخد المباراه، لان هو بصراحه كابتن ايهاب جلال على المستوى الشخصي انسان محترم للغايه ويقدم واجبه لغايه اخر دقيقه. وبصراحه انا معترض تماما على الاسلوب الاقاله اللي تم معاه ان هو يبقى مسافر في الطياره اول ما ينزل سيول عاصمه كوريا الجنوبيه يجيله على الموبايل نوتيفيكيشنز انت تمت اقالتك. بصراحه منظر مش كويس. نتمنى بصراحة الفترة الجاية الأمور تبقى أفضل، بس أكيد أكيد لما ناخد قرارات تبقى إداريا كويسة وتخلينا نحط تارجتس كويسة للمدير الفني الجديد. هو ينفع يا أحمد؟ خلينا أروح لأحمد. ينفع يا أحمد إن أنا وأنا السؤال ده أصله أنا بجد أصل أنا لو ما كنتش سمعت الكلمتين دول بوداني كنت هبقى أقول لا استحالة حد يقول كده، يعني استحالة إن حد يقول لك إيه عندما يتم سؤالك مهما كنت مستفز او مهما كنت صح. طالما على الهواء يجب ان يكون هناك ليميت او حدود معينه اقدر اتكلم بيها، خصوصا لو كنت رئيس الاتحاد. نعم. فكرئيس الاتحاد لما يتم سؤالك هو انت كيفيه اتخاذ القرار في موضوع الكابتن ايهاب جلال قال لك اصل ما فيش دولارات في الدور بجد. وقال كده على فكره الصوت يعني انا سمعت المكالمه مره واثنين وثلاثه واربعه قلت يمكن يكون فيها حاجه غلط متركبه عامله اي حاجه. انا متاكد طبعا من صحه الكلام لكن انا بقول لنفسي اي اسباب علشان يعني مش مصدق الكلام اللي بيتقال. تخيل لما يتم اختيار مدير فني لمنتخب مصر عشان ما فيش دولارات. هل الدولارات وجدت مثلا دلوقتي؟ يعني انت بتقول او احنا سامعين ان في مدير فني جديد للمنتخب خلال النصف الثاني من الاسبوع القادم، سامعين ان مدير فني اجنبي هيبقى موجود للاتحاد المصري لكره القدم. الدولارات وجدت دلوقتي؟ للأسف أنا شايف أن المنظومة أو الكرة المصرية بتعاني من ورم، والورم ده لازم نستأصله. ما عادش ينفع مع المسكنات خلاص، يعني خلاص الورم ده بدأ ينتشر خلاص في الجسم فأنت لازم تستأصله. ما عادش بقى ينفع أن أنت تدي للناس مسكنات أو مش عارف إيه. المشكلة يا كابتن إسلام زي ما حضرتك قلت منظومة بتدار بطريقة ما فيش دولارات في الدرج، فأنا هجيب فخلينا نجيب إيهاب جلال. طبعا كامل الاحترام لكابتن إيهاب جلال، بس برضو يعني وجهة نظري أن كان اختياره كان هو مش من المدربين اللي بتتحمل الضغوط قوي او ما اشتغلش في الانديه الجماهيريه. لما اشتغل في الانديه الجماهيريه ما نجحش فيها على قد قدر الامكان، ولكن كان منتخب مصر محتاج مدرب يكون شخصيته اقوى شويه، يكون فنيا برضو اعلى تكتيكيا شويه. كابتن ايهاب دايما مميز بالبيلد اب، انا بصراحه ما شفتش البيلد اب خالص، ما شفتش انا اول مره بالمناسبه صح ما شفتش ان الكابتن ايهاب بيلعب من تحت، باينه جدا ما اعرفش في حاجه مش مظبوطه، يعني تحس ان الموضوع مش راكب على بعضه. هقول لحضرتك على حاجه يعني. ازاي منتخب مصر ما فيهوش مدير منتخب مصر؟ ما فيش مدير كوره، ما فيش ربط، المعسكر اصلا مهلهل، ما فيش يعني فين مدير المنتخب؟ مين لازم يكون في مدير كوره سواء في النادي الاهلي شايفين كابتن سيد ودوره بنشوف، لازم في منتخب مصر يكون نفس الموضوع. فين مدير المنتخب؟ ما طبيعي ان اللعيبه هتبقى ان هي انت خاصه كمان ان المدرب شخصيته مش قويه قوي، فلازم يكون معاه مدير كوره شخصيته اقوى، يعني شخصيته قويه تقدر تغطي على اللعيبه، يقدر مش لعيبه ممكن مثلا ما تجيش ماتشات بتاع. في حاجات بتحصل في المنتخب في الرياضه المصريه بسبب مش مظبوطه، خاصه كمان بقى ده اتحاد. يعني انا مش عايز الوم اللوم على المدرب بس، لا ده المنظومه كلها اتحاد الكوره. اتحاد الكوره ده يا كابتن اسلام من ساعه ما جه في شهر يناير احنا في كاس الامم ما خدناش كاس امم، كاس عالم ما وصلناش كاس عالم، منظومه التحكيم مش عارف يغيرها،
موضوع النادي الاهلي وتنظيم نهائي. الراجل مش عارف يقول لرئيس لجنه الحكام اسكت. ده احنا بقى احنا صح. موضوع تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا فشلوا فيه، فشلوا فيه عن جداره، وشويه يطلع يقول لك اصل الاهلي هو السبب ومش عارف ايه وبتاع، وهم فشلوا فيه عن جداره. موضوع التحكيم فشلت فيه عن جداره. موضوع اختيار مدرب منتخب مصر مش هم اللي مختارين ايهاب جلال، وهم اللي قالوا ان مفيش دولارات في الدرج. فاذا الفشل ده كله سببه المنظومه نفسها. انا مش عايز اظلم المدرب، لا، ده انت اتحاد الكوره يتحمل المسؤوليه الكامله طبعًا. من وجهه نظري طبعا كل بكلهم يعني اتحاد الكوره انا لغايه دلوقتي مش شايف اي نجاح ليهم حتى الان. وهم اسم مصر كبير، عيب اللي بيحصل في المنتخب بالشكل ده. نخسر من اثيوبيا، اثيوبيا يا جماعه 2-0، ونخسر من كوريا. ده كوريا لو كانت شدت علينا كانوا عملوا 7-8 والله. اثيوبيا لو كانت شدت كانت كسبت 4-0. على رايك كانت هتبقى مشكله كبيره جدا. وكوريا النهارده كانت بتلعب على الواقف، وهي لعبه واحده اللي بيلعبوا عليها، بيجمعوا اللعب ناحيه اليمين ينقلها للباك ليفت اللي طاير ويعمل العرضيه والكره جون. الجون الرابع هو بيجي نفس الجون الاول. انت بتتفرج على الماتش، هي لعبه واحده بيجمعوا اللعب. الجون الاول ده جاي 34 تمريره، يقعدوا يدوروا اللعب، رغم ان اصلا اسلوب لعب كابتن ايهاب جلال التدوير والاستحواذ وبناء اللعب. انا بصراحه المنظومه كلها محتاجه تغيير، محتاجه وقفه مهمه جدا جدا. ونتمنى برضو في نقطه مهمه كابتن اسلام، احنا ما عندناش التطوير او الحاجات دي بتحصل ازاي، ان انت لازم تاسس الناشئين الاول صح. ازاي؟ ان انا يعني بنشوف المانيا مثلا بيجيبوا المدرب بتاع المنتخب الاولمبي يقولوا له احنا هنصعد الجيل ده. مثلا لوف لما مسك الاول منتخب اولمبي، صعد بالجيل ده، رباهم الاول وبدا معاهم 5 سنين 6 سنين، بعد كده صعد بيهم للمنتخب الاول. يعني انت كمان ما عندكش اصلا اعداد كوادر مدربين. مصر حتى الان من وجهه نظري ما فيهاش مدربين. احنا لما شفنا بروكاف ما فيش مدرب، يعني انت لو اعمل استفتاء كده وقول اسم مدرب منتخب يمسك منتخب مصر، هتلاقي اسمين ثلاثه وكل ما بيمسكوا ما بينجحوش. بقى في ازمه كمان، ان انت الفتره الجايه المدربين المصريين مش هيبقى معاهم رخصه بروكاف، ممكن ما فيش انديه تعاقد معاه. الدوره مرحه موسيمان يا كريم. انا لما قلنا كده لما قلنا كده واتكلمنا في هذا الامر، الناس طلعت في الاتحاد يا عم انت بقى انت تعرف حاجه، وانت والله بجد دي يعني بيوصلني طبعا اللي بيتقال جوه ما بين هم معتقدين ان انا ممكن اكون ضد حد او مع حد او اي حاجه، لكن هي ما يعرفوش ان انا لما باجي اتكلم كده انا بتكلم على بلد. لا، هو احلى حاجه اللي احنا نستشهد بيها هنا اول يعني ما نسمع او الصفحه الرسميه لاتحاد الكوره تكتب رسميا دون ذكر اسماء، يعني ان في حكم اجنبي سيتولى رئاسه لجنه الحكام. مزمار بلد. لو دي مزمار بلد، هجيب مزمار بلد. لو دي حصلت ممكن الاستاذ سمير يطلع لنا الاركايف بتاع الحلقات هنا بنتكلم على التوبيك ده بقى لنا قد ايه. لا، ما احنا ممكن اليوم ده احنا نسيب الحلقات القديمه. أيوة. الارشيف بتاع الحلقات القديمه شغال طول اليوم بقى. شغال طول اليوم بس احنا يا دوبك موضوع كده. أيوة. هيجي هيشوف برضو الحكام. أيوة. هنا بتغلط الاخطاء ده. أيوة. معلش بس هيبقى لا ينظر لاحتواء. صح. لا ينظر لحب الحد، لا ينظر للحركات اللي يعني ما ممكن يكون روح القانون وروح البروتوكول والحاجات الغريبه. روح البروتوكول والحاجات الغريبه اللي احنا ما سمعناهاش غير في مصر بس، ومن الكابتن عصام المحاضر الدولي اللي هو له كل الاحترام طبعا، ولكن في نفس الوقت عمرنا ما سمعنا روح بروتوكول. لما سالنا حد بره قال لك روح بروتوكول. ماشي، المهم يعني خلينا نرجع تاني. ما عدتش عليا في الجامعه دي. نعم. هيقول لك ما عدتش عليا في الجامعه دي والله. فالحقيقه طيب خلينا ناخد فاصل قبل ما ارجع اتكلم عن موسيماني ورايكم في فسخ العقد بالتراضي ما بين النادي الاهلي وبيتسو موسيماني، ولكن بعد هذا الفاصل نعرف راي كريم سعيد واحمد سامي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. موسيماني فسخ او تم فسخ التعاقد مع موسيماني ما بينه وما بين النادي الاهلي، ايه رايك في هذا الامر؟ شايف يا كابتن اسلام هو انفصال منطقي بسبب تراكمات فضلت تحصل خلال الفتره الاخيره. اعتقد بيتسو موسيماني يعني اكيد خلت اسمه في تاريخ النادي الاهلي، خصوصا على مستوى دوري ابطال افريقيا وعلى مستوى مونديال الانديه، ان هو يعني كسب مع النادي الاهلي 2 دوري ابطال و2 برونزيه ورا بعض. لكن كان في بعض المشاكل، انا في وجهه نظري الاختلاف فيه كان في عمليه او في اسلوب الشغل، اسلوب العمل، ما كانش بسبب يعني الناس شايفه الموضوع ان بسبب خساره نهائي دوري ابطال افريقيا هوب يلا موسيماني يمشي. لا خالص، فعلا موسيماني عنده بعض المشاكل اتكلمنا عليها كتير هنا في قناه الاهلي من السنه اللي فاتت، خصوصا فيما يخص شكل واسلوب العمل.
كيفن جونسون بعد ما مشي في نهاية الموسم الماضي، بيتسو موسيماني طلع بغرابة بصراحة، قال أنا مش محتاج حد بديل وأنا مكتفي بالكابتن سامي قمصان وإحنا هنقدر يعني نكمل المسيرة. الإدارة متعودين دايما ضد النادي الأهلي بتسيب المدير الفني يختار الأسلوب اللي هو حابب يشتغل بيه، بس هحاسبك في الآخر على النتائج اللي إحنا يعني اتفقنا عليها. النتائج طلعت مش على أفضل حال، وبالتالي كان يجب التدخل. لما اجي اتدخل ما ينفعش تقول لي انا اسف، لا انا حابب امشي بالطريقه بتاعتي، ما هي فشلت. وبالتالي يعني في الشد والجذب اكيد كان في بعض الاختلافات، وبالتالي انا في وجهه نظري الانفصال كان منطقي جدا وباحترام. طبعا طبعا طبعا، هو يعني اتمنى طبعا النادي الاهلي ان شاء الله يعمل لبيتسو موسيماني يعني حفل وداع. كان فعلا المفروض يكون هناك حفل تكريم، ده بناء على كلام الاستاذ دكتور سيد سعد شلبي امبارح في احد المداخلات التليفونيه كان بيتكلم بهذا الامر. نتمنى ان شاء الله، حتى ممكن لو مش مشكله مش دلوقتي، ممكن بعد كده. النادي الاهلي عمره يعني ما بيأثر في الامور دي، واحنا كويس ان يعني العلاقه انتهت بشكل محترم، واحنا شكرناه شكرا جزيلا على الفتره اللي انت قضيتها معانا. لكن بكل امانه بكل امانه الفتره الجايه فعلا كانت تحتاج لتغيير، طالما ان بيتسو موسيماني كان متمسك باسلوب العمل اللي هو من وجهه نظره كان شايف ان هو ناجح. وبكل امانه اي حد يحط كده المعطيات زي السنه اللي فاتت كان استحاله تشوف ان الفتره الجايه كنت هتوصل لنتائج جيده او ترضي المنظومه او ترضي جماهير النادي الاهلي. موسيماني طبعا يستحق التحيه على الفتره اللي فاتت دي كلها، عمل بطولات كويسه وانجازات، يعني بطوله القاضيه ممكن دي هتفضل في التاريخ اكيد. موسيماني برضو هيفضل اسمه موجود في تاريخ النادي الاهلي، ولكن زي ما يعني موسيماني اضاف، النادي الاهلي طبعا اضاف كتير جدا لبيتسو موسيماني، بدليل اول لما جه اول يوم بيتسو موسيماني رئيس دوله جنوب افريقيا نزل له على طول وبعت له المباركه يعني. ولكن انا شايف ان طريقه الانفصال في الاخر، يعني انا شايف ان النادي الاهلي وموسيماني في الاخر، موسيماني ما كانش موفق قوي في الفتره الاخيره بصراحه لكذا سبب يعني. وقد موسيماني لو كان كمل، ده بالمناسبه ده رئيس الجمهوريه هناك بيهنئ بيتسو موسيماني اول ما انضم ليهم، فدي حاجه يعني النادي الاهلي اضاف لبيتسو موسيماني كتير. ولكن من وجهه نظري ان موسيماني قد لو كان كمل كان ممكن بنسبه كبيره النادي الاهلي يخسر الدوري. ليه؟ من وجهه نظري اول حاجه الحاله البدنيه بتاعت لعيبه النادي الاهلي في الفتره الاخيره كانت وصلت لحاله مش كويسه بسبب المعد البدني، ولهذا تم الطلب ان احنا عايزين نطلب مدرب احمال بدنيه يضيف لك معاك، لان الحاله البدنيه بتاعت اللعيبه كانت بصراحه في الفتره الاخيره كانت قليله جدا، حتى ظهرت في مباراه المصري اللي اتسلم لعيبه الاهلي ما ظهرتش بالشكل القوي قوي بدنيا. موسيماني في الفتره الاخيره فقد الشغف، فقد الدوافع عكس اول سنتين. عارف لما بتفتح مشروع، لما واحد بيفتح كافيتيريا والكافيتيريا دي بتجيب فلوس في الاول وجايبه مكسب ومش عارف ايه، وبعدين بقى يحط رجل على رجل وبعدين خلاص الشغف بتاعه قل، فخلاص انت محتاج تغيير، محتاج مشروع تاني، محتاج حاجه جديده. ده اللي حصل بالظبط. كمان موسيماني في الفتره الاخيره ذهنه بقى مشتت، تصريحات كتير اعلاميه، زوجته بتطلع تتكلم حاجه تحس مش ده اسلوب النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما في الفتره الاخيره قافل، حتى برضه فنيا على نفسه يعني قافل في التصريحات. تكرار اخطاء الموسم الماضي يا كابتن اسلام في حته المباريات الصغيره قدام البنك الاهلي، تعادلنا خسرنا من المصري، اتعادلنا مع سيراميكا. فالفتره الاخيره كذلك برضه تغيير طريقه اللعب كتير، 4 2 2 2 4 2 3 1 3 4 3. اوضه اللبس برضه في الفتره الاخيره ما كانتش احسن حاجه. فانت تحس موسيماني ليه كل الاحترام وقدم وهيفضل علامة ممتازة في تاريخ النادي الأهلي، ولكن في الفترة الأخيرة أعتقد زي ما قلت لحضرتك إن ده مشروع ومحتاج محتاجين نعمل ريفريشمنت بقى، خلاص نشوف تجربة جديدة نقطة ومن أول السطر أوكي. ولازم ندعم الفترة دي الجهاز الموجود طبعا، الجهاز الفني للنادي الأهلي. على فكرة هقول لحضرتك على حاجة، كابتن سامي قمصان مدرب كبير جدا، مدرب كويس قوي تكتيكيا، وكان ليه دور. أنا على علم بالكلام ده إن كابتن سامي قمصان ليه دور كبير جدا 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 مع بيتسو موسيماني في تغييراته، في رايته للملعب، في حاجات كتير جدا. عايز أقول لحضرتك كمان لو نعرض بقى الصور بتاعت الجهاز الفني نعرف الناس مين الموجودة دلوقتي الجديدة. كابتن محمد شرف، كابتن محمد شرف الناس برضو لازم تكون عارفه ان كابتن محمد شرف ده واحد من افضل المدربين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. في مواليد الاهلي طول عمره، مواليد ادي كابتن محمد شرف كان ماسك فرقه 2001 ايوه، وكان في السنه دي كان النادي الاهلي متاخر ب 11 نقطه، رجع وكان في 2001 خلاص كنا هناخد الدوري في المباراه الاخيره مع طلائع الجيش لما ما كسبناش الجونه، بس كان قريب جدا، رجع من الفرق من 11 نقطه
ليه خلاص بقيت متساوي مع طلائع الجيش؟ فكابتن محمد شرف واحد من الكوادر اللي طالعه، وانا بعتبر افضل اثنين مدربين طالعين في النادي الاهلي من وجهه نظري من متابعتي للقطاع كابتن محمد شرف وكابتن سامر عبد الرحمن. دول افضل اثنين مدربين طالعين بشوفهم تكتيكيا عاملين شغل محترم جدا. طبعا كل المدربين على مستوى عالي، ولكن انا بتكلم على الافضل. نيجي بقى بعد كده لمدرب الاحمال الجديد محمد النجار، برضو معانا صورته، ده موجود اصلا مع الجهاز الفني، كان موجود مع فايلر وموجود مع موسيماني. ده محمد النجار، وادي ميدالية دوري ابطال افريقيا، ده الموجود حاليا هو مدرب الاحمال البدنيه في النادي الاهلي. نيجي بعد كده ليه عمر رشدي، عمر رشدي محلل الاداء الجديد في النادي الاهلي، ده برضو شغال في قطاع الناشئين، كان مع بروكيتش. عمر رشدي اللي قدامنا على الصوره، هات الصوره الثانيه اللي هتلاقي فيها قاعد جنب بروكيتش، ده على طول موجود في مباريات قطاع الناشئين، هو محلل الاداء مخصص بالسكاوتنج، وتم تصعيده مع الجهاز الحالي. فبرضه الناس عشان تكون عارفه العناصر بتاعت الجهاز الفني للنادي الاهلي ده الموجوده، فالجهاز الفني الحالي كامل الدعم ليه، لان الناس دي هي اللي هتكمل حتى لما المدرب الاجنبي يجي، هي الناس دي اللي هتشيل الماتشات الجايه. الماتشات الجايه انت داخل على معركه، ايسترن كومباني والزمالك وبيراميدز والمحله، وبعدين ايه ده، انت داخل على بطولتين، دوري نهايه دوري وبطوله كاس مصر قدام بيراميدز. فالوقت ده وقت الدعم، كامل الدعم لكل الفرقه الموجوده، كل العناصر، وخاصه كمان يا كابتن اسلام في حاجه مهمه جدا، شخصيه اللعيبه الكبيره في الوقت ده مهم جدا. وليد سليمان، محمد الشناوي، عمرو السوليه، وانا عارف ان في حديث بيدور حاليا ان اللعيبه دي بتلم الفرقه، مهم جدا ان لم الفرقه في الوقت ده اللي شخصيه اللعيبه الكبيره، طبعا مع دور كابتن سيد مدير الكوره مع الجهاز الفني، ده مهم جدا ان انت جهاز فني جديد، عناصر جديده وعناصر شابه. كابتن سامي قمصان مدرب واعد، مدرب تكتيكيا عالي قوي. كابتن محمد شرف شفناه وحللنا له المباريات هنا في قطاع الناشئين، عالي جدا تكتيكيا. فالناس دي محتاجه الدعم، لازم يا كابتن اسلام الناس دي نتم دعمها. كريم، بكره عندنا مباراه مهمه جدا امام ايستن كامبني. طبعا مباراه ايستن كامبني واحده من المباريات اللي انا دايما بصنفها هي دي المباريات اللي بتكسب الفرق الدوري. الماتشات اللي من النوعيه دي مع الفرق اللي هي بتصارع على الهبوط او الفرق اللي في متوسط الجدول، اعتقد هي دي الفرق اللي بيبقى عندها مشكله، انت يبقى عندك ازمه في المباراه دي اكتر ما انت بتلاعب فريق من فرق القمه، لان فرق القمه بتفتح خطوطها وبتهاجمك زي ما انت بتهاجم، فبالتالي اللعيبه يحبوا ماتشات مع الفرق اللي بتفتح خطوطها. طبعا احنا عارفين الكابتن علاء عبد العال من مدرسه الكابتن طارق العشري بيقفل كويس وبيقدر يلعب على الهجمه المرتده بشكل كويس، والفريق بيحاول ان هو يهرب من المركز الاخير، خصوصا كمان مع سقوط يعني النادي المصري بدا يبقى يعني خسر نقاط كتيره جدا جدا جدا. النهارده الفرق اللي تحت النادي المصري لو كسبت، ان هو النادي المصري لعب ماتش زياده عليهم، لو الاسماعيلي والمقاولين كسبوا النادي المصري ينزل من الثلاث فرق، وبالتالي هم قريبين من كلهم من بعض، فرق بنتكلم فرق 4 5 نقط، وبالتالي مباراه صعبه للغايه جايه في توقيت صعب. اتمنى من الكابتن سامي قمصان انه يبقى يعني محضر اللعيبه بشكل ذهني كويس. طبعا عندنا غيابات كتيره قوي بسبب اللاعبين الدوليين، وان شاء الله باذن الله المجموعه اللي موجوده مع الكابتن سامي قمصان نعاد. انا في وجهه نظري المباراه فعلا يعني تقيله قوي، والفوز بيها معنويا هيديك دفعه، يعني بعيدا عن الامور الفنيه والامور التكتيكيه داخل الملعب، معنويا اللعيبه هيحسوا ان لا مفيش مشكله، احنا نقدر اسم النادي الاهلي. ياما احنا تعرضنا للمواقف، تعرضنا لها كتير بصراحه، حتى يعني مع هولمان، يعني مره في يعني اواخر التسعينات هولمان سابنا ومشي، وكان عندنا بطوله عربيه وكان عندنا دوري ودوري ابطال افريقيا، والنادي الاهلي قدر يكمل المشوار بشكل كويس. فانا يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يتخطى مباراه بكره، لان مباراه بكره بتفكرنا بصراحه بالسنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت بنلعب المونديال، بنلعب دوري ابطال افريقيا، بترجع تلعب مباراه المتاجله تبدا تقع يعني ماتش ورا ماتش. وطبعا اكيد طبعا الجماهير عارفه النادي الاهلي اذا فاز بمبارياته المؤجله عشان يتساوى مع نادي الزمالك ونادي بيراميدز، والنادي الاهلي نجح في الفوز بيها، فالنادي الاهلي يفرق بعيدا عن المواجهه المباشره بين الاهلي والزمالك، يبقى النادي الاهلي فارق 5 نقاط عن نادي الزمالك و9 نقاط عن نادي بيراميدز. انا في وجهه نظري في الدور الثاني لو انت وصلت لفرق 6 نقاط مع نادي الزمالك بنسبه كبيره خلاص، يبقى الدوري انت بتقضي عليه وبتقضي على المنافسه. فان شاء الله باذن الله يبقى بدايه مشوار عوده درع الدوري النادي الاهلي بدايه من بكره من مباراه ايستن كامبني.
مباراه بكره اهم مباراه في الموسم للنادي الاهلي واصعب مباراه. مباراه صعبه جدا جدا جدا. اولا انت عندك غيابات لعيبه مش موجوده في منتخب مصر، لعيبه مهمه على راسهم السوليه والشناوي وايمن اشرف، عندك اصابات، حمدي فتحي مش موجود، بيرسي تاو كمان مش موجود، علي معلول مش موجود، ميكوسوني مش موجود، عندك غيابات كتيره جدا. عندك برضو تغيير جهاز فني في الفتره دي، برضو ده بيزود من صعوبه المباراه بكره. اللعيبه كمان قد يكون انا عايز اكسب، في بعض اللعيبه ممكن يكون عندها انذارات، بعض اللعيبه قبل مباراه الزمالك، فكل ده بيعمل ضغط ان انا عايز اكسب عشان اخد دفعه معنويه قبل مباراه الزمالك. فالمباراه دي هي نفسيا اصعب من فنيا، ده يعني نفسيا من وجهه نظري المباراه دي صعبه جدا. فنيا برضو بشوفها طبعا كابتن علاء عبد العال مميز جدا، اكيد هيلعب دفاع منطقه بكره. نتمنى نشوف التغيير بقى عكس بيتسو موسيماني، نتمنى كابتن سامي قمصان بقى يحط بصمته بكره في حته التغيير، واحده واحده مش مستعجلين في التغيير، ولكن نتمنى نبدا بطريقتنا. نفسي اشوف النادي الاهلي بيرجع يضغط زي الاول. احنا لسه قلت الكلمه دي امبارح، جابوا لي لقطه في اول لقطه في مباراه المصري بالسلوم، وهو الثلاث لعيبه بتوعنا بيضغطوا من قدام ووراهم افتكرت مره مباراه كنا بنلعب النادي الاهلي كان بيلعب كوتوكو على ما اتذكر، ومانويل 4-0 4-0 كوتوكو مانويل جوزيه قال لنا ايه؟ قال لنا لو في اول نص ساعه كان المفروض نكسب اكتر من 2-0 عشان نصعد عن اول عن هذه المجموعه. قال لك اول نص ساعه انا عايز 4 اجوان وبعد كده ايه حصل ربع ساعه حصل اول نص ساعه بتاعت محمد شاوي اول 8 الدقيقه 28 الشوطه بتاعت محمد شاوي 28 كان الجون الرابع قبل الدقيقه 30 بدقيقتين. فكنا بنعمل ايه؟ فكان يقول لك حد في الملعب يعني كان يقول لنا اضغط، فتلاقي ايه مثلا بلعب باك رايت، كنت بلعب ماتش بلعب باك رايت، لا انا بلعب وينج رايت ليفت راس حربه، عارف اللي هو ايه؟ تلعب في نص ملعب الخصم، تلعب في نص ملعب الخصم بس. الكره ما عدتش. كابتن اسامه حسني في ماتش عمل اسيست، اسامه حسني الكره اللي بدماغه لظهره عمل اسيست لكعبه كانت حلوه. فكان الماتش ده من الماتشات اللي فانا عمال اقول ايه، بقالي فتره الاقي النادي الاهلي اللعيبه نازله مدرب بيقول لهم اعملوا كذا وبيكسب وبتاع تمام زي الفل، لكن ما شفناش بقى اللي هي ايه طريقه لعب النادي الاهلي بتتكلم فيه. بصراحه انا ما عجبنيش الاداء في مباراه المصري للسلوم خالص، ما فيش ضغط، احنا محتاجين بكره يكون عندنا ضغط اكتر من كده، لازم لعيبه النادي الاهلي تضغط، لازم شخصياتها تظهر، لازم يبقى عندنا ريتم. طول ايه الفرق ما بين الفريق الكبير والصغير؟ ايه الفرق ما بين النادي الاهلي والفرق الصغيره؟ ان انت لازم يبقى عندك ريتم، انت اللي تفرض الريتم بتاعك، انت اللي تسيطر، انت اللي تستحوذ، لازم يبقى في ضغط عالي من اول دقيقه. عايز كمان شخصيات اللعيبه بكره، لازم كمان دور كابتن محمود الخطيب دور مهم جدا النهارده، بيوجه لهم رساله النهارده موجود في التمرين، رساله طمانينه اكتر من شيء تاني، وشه وطريقه يعني في حاجات كده بناخد منها، بيدي دفعه معنويه دفع للجهاز معنوية الفني وللعيبه. مهم جدا يا جماعه، لازم اللعيبه بكره تضغط من الدقيقه الاولى. لا وفي نقطه بقى مهمه جدا كابتن، بكل امانه يعني بعيدا عن طبعا ان شاء الله النادي الاهلي اكيد خلال ايامه مش اسابيع يعني هيعين جهاز فني جديد والامور هتستقر وهيبقى شايفين المستقبل، لكن مهم فعلا ماتش بكره وماتش نادي الزمالك مهم جدا يوم الاحد ان شاء الله. فعلا احنا في ماتشين مفيش رفاهيه اهدار فرص بكل امانه، يعني في نقطه مهمه جدا فرص اللي هي نقط يعني ولا فرص لا كوين. فرص الفرص في المباراه تارجت يعني بجد يعني نقطه مهمه جدا. لاعب النادي الاهلي اكيد بدون شك لعيب مميز عن لاعب اي نادي تاني، والا ما كانش النادي الاهلي فكر ان هو يضمك او يطلعك الفريق الاول لو انت طالع من الناشئين. وبالتالي في بعض الاحيان محتاجين التركيز يبقى 100% حتى صح. يعني بشكل استثنائي لمده ماتشين، ما ينفعش مثلا احنا مباراه مصر بالسلوم سنحت بعض الفرص السهله اللي ضاعت. طيب اوكي المباراه عدت على خير وكانت في المتناول، وطبعا الفارق البدني كان واضح جدا في ال 45 دقيقه الثانيه، بصراحه فريق مصر بالسلوم عامل شوط اول حلو قوي بصراحه، والكابتن احمد عبد الرؤوف عامل فرقه حلوه بتلعبوا كره على الارض، لكن طبعا المجهود البدني بالنسبه لهم صعب جدا يلعبوا 90 دقيقه قدام النادي الاهلي. ايسترن كومباني هيلعب بدني كويس طبعا 90 دقيقه قدام النادي الاهلي، ده كابتن علاء ده بالظبط، وبالتالي بيلعب في نص ملعب مش بالظبط، وبالتالي نتمنى بكره يعني اللعيبه طبعا كابتن سيد ان شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يوفقه انه يعني يستخدم الطريقه المناسبه للمباراه، بس فعلا اللعيبه محتاجه بقى تعرف ان الفرصه النهارده ما عندناش رفاهيه ان احنا نضيعها ولا النهارده ولا يوم الاحد ان شاء الله. التشكيل الامثل ماتش بكره مش محتاج 4
اتنين اتنين اتنين، مش محتاج اتنين فراوده اللي الله اكبر عليك. لا 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 محتاج الله اكبر عليك. محتاج ان احنا لازم نلعب بس بكره. بسمع كلام كريم بعد كده. بقى والله انا مش مع الطريقه دي والله. ولا هسيبك. ما حدش هيسيبك. انا سايبه بس لغايه لما هو يخلص وبعدين اخش انت مشارك مع موسيماني في ضعضعه على فكره. خلي بالكم يا جماعه، يعني هو كريم هيخلص وبعد كده انا بعديه. انا مع 4 2 3 1 طريقه لعب النادي الاهلي. لا والله 4 2 3 1 تنزل تفرض شخصيتك من الاول. كم 4 2 3 1 4 يعني بدري بنون سجل. بدري بنون لازم تبدا تديله عشان خاطر تستغله في مباراه الزمالك. اوكي بدري بنون ومحمود متولي او رامي ربيعه. نعم لمسته جميله يعني طبعا. الباص بتاع محمود متولي بامانه جميل جميل يعني ممكن بدري بنون ورامي ربيعه اثنين مساكين، ممكن كريم فؤاد ناحيه اليمين ومحمود وحيد ناحيه الشمال، الاثنين الارتكاز اليو ديانج واحمد نبيل كوكا، صانع الالعاب اخد احمد عبد القادر، وممكن على الاطراف حسين الشحات وقدام محمد شريف، والطرف الثاني بقى ممكن نحط طاهر محمد طاهر. كريم لا انا اتمنى ان الكابتن سامي قمصان ان شاء الله يعني ربنا يوفقه ويلجا ل 3 4 3 بدايه من بكره، حتى ايفن لو اضطر ان هو يستخدم محمد هاني كمساك على الناحيه اليمين، خصوصا مع كريم فؤاد بيلعب في مركز يعني الظهير الايمن بشكل حتى بشكل طاير في 3 4 3 يقدر يديك بشكل مميز جدا. وفعلا كريم فؤاد بصراحه خامه عاليه قوي، وكمان ستايله في الملعب بصراحه واثق من نفسه وبيلعب بشكل كويس جدا. انا اتمنى اشوف بكره 3 4 3 ممكن يلعبها بمحمود وبدر ومحمد هاني في الخلف، ويلعب في نص الملعب ب اليو ديانج وكمان معاه محمد محمود، ويلعب في الخط الامامي بحسين الشحات ومحمد شريف طاهر محمد طاهر في وجهه نظري الشخصيه، وطبعا على الجناح الايسر محمود وحيد. في وجهه نظري الشخصيه 3 4 3 بدايه من بكره وكمان قدام نادي الزمالك ان شاء الله، تاني بكرر كلامي بتدينا اريحيه في الدفاع ان في عمق ومتامنين ورا، وكمان بتدي حريه للظاهرين ان هم يطيروا، اللي احنا بكل امانه اكبر مشاكل النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني في الفتره الاخيره الجزء البدني ان الاثنين الظاهرين مش قادرين يكملوا يطلعوا ويرجعوا بنفس السرعه. حاجه اخيره، وليد سليمان لازم بكره يكون له دور مهم قوي، يتم تجهيزه في 20 دقيقه او 30 دقيقه، لان انت محتاج شخصيه اللعيبه الكبيره دي في الفتره دي. وليد سليمان يعتبر مدير فني في ارض الملعب، فانت لما تدي له جزء من وجه حتى لو ممكن يبدا، يعني ممكن لو عايز تبدا بصانع العاب وليد سليمان وتحط عبد القادر وحسين الشحات وقدام شريف، وليد سليمان دوره مهم قوي. ان شاء الله بكره سامي يلعب 4 2 2 2 ونشوف بقى ان شاء الله كابتن سامي ربنا يهديه بقى للافضل ان شاء الله. وبكره طبعا زي ما حضراتكم متعودين الاستوديو التحليلي في قناه النادي الاهلي هيكون مع حضراتكم قبل المباراه بساعتين لنقل كل كواليس ما يحدث قبل مباراه النادي الاهلي و نادي إيسترن كامباني. هذه المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 14 إن شاء الله، مباراة صعبة مباراة مهمة، ولكن في النهاية كل الدعم وكل التوفيق للنادي الأهلي وجهازه الفني وجهازه الإداري، وأيضا كل التوفيق للاعبين اللي هيبدأوا ويتغيروا بكرة إن شاء الله. أنا بشكرك يا أحمد على وجودك معنا، شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معنا. شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير.